个上去。OK。بص يا جماعه بقى نبص على الـ على الـ على السوفت وير ده الباكت تريسر دوت نازل تبع سيسكو اصلا تمام تحت خالص هنا ده هتلاقي هنا ده الراوتر او ده الراوتر هو بيكتب بيكتب عليه ده الراوتر وبعدين السويتشز وبعدين هنا الهابس وبعدين هنا الريبيترز وبعدين الوايرلس وبعد كده الجيتس تمام لما اخش على الراوترز يعني مثلا لو دخلت مثلا على السويتش دخلت على الراوتر هتلاقي ان الايكونز اللي هنا بتتغير تمام الايكونز دي كل ايكون من دول موديل من الموديل بتاعت الراوتر كل ما تعلى في الرقم كل ما الموديل ده بيزيد يعني كل ما سعر الراوتر نفسه بيزيد في فانكشنز اكتر تمام يعني هتلاقي 1800 سعره ارخص من 1600 عندك تبتدي تعلى كل ما تعلى بالرقم نفسه كل ما تلاقي الموديل بتاعك اعلى لحد ما توصل لركات كبيره كده حتى ما اعرفش حد شايف الركات الكبيره كذا بورتس في سويتشات توصل ل 512 بورت فيها تمام وبعديها برضه السويتشات نفس الفكره كل ما تعلى بالرقم وهنا هنا هتلاقي كله 2000 2000 ده كله زي بعض اعلى حاجه تقريبا 6500 في حاجات بعد كده اعلى منها كل ما تعلى بالرقم كل ما الموديل كل ما الفانكشن بتاعت السويتش نفسه بتزيد هو اخر حاجه جينيريك يعني جنرال كده عندك بوكس هتبتدي تحط فيه الكود اللي انت عايزه اوكي مثلا لو انا عايز اوصل راوتر اخد اي راوتر من دول مثلا اخد ده بدراج واحطه في ارينا اوكي وعايز اخد راوتر كمان تمام كده خدت راوترين حطيتهم فين؟ في الارينا لو عايز اوصلهم ببعض نفتكر كده لو وصلنا راوتر ده راوتر ده اللي هو دي دي اي بدي دي اي نوصله بايه؟ هنلاقي هنلاقي هنا ده دي اوتوماتيك كونكشن دي مش احنا مش محتاجينها في حاجه دي هنلاقي بص اغلبيه الحاجات اللي محتاجها دي هتلاقي تحت مكتوبه ايه ستريت دي ستريت كونكشن واللي جنبها كروس اوفر في بقى سيريال انترفيس لو عايزين نوصل سيريال هتلاقي تمام مين الثلاثه كونكشن دول اللي انا محتاجهم لو انا عايز اوصل سيريال باخد الكيبل ده زي ما انا عامله كده اوصله هنا هنا بص لو انت شفت مش هتلاقي اصلا في بورت سيريال فمش عارف اوصله اوكي ده عايز بورت عايز ايه ستريت اقول لكم ازاي نركب لو عايز نركب في كابتر حاجه زي نركبه بس انا عايز اوصل بي تي اي بي تي اي هستخدم كورس كابل كورس ده كابل الكونسول ده بورت بتاع الكونسول دي لو عايز اعمل له كونفجريشن بس انا مش عايز اعمل له كونفجريشن عايز اوصله بالبورت دي تمام لو خشيت على الراوتر كده هيبص من ورا هتلاقي ان عندي هنا سويتش اون واوف وهنا في بورت البورت مش واضحه قوي بس دي اسمها كونسول مش مشكله بصوا لو بصينا على الراوتر من ورا هنلاقي ان الراوتر اولا فيه سويتش هنا اون واوف تمام في بورتين البورتين دول نفس فانكشن تقريبا الكونسول بورت والاوكسيلري بورت الاوكسيلري بورت دي بس لما تعوز تكونكت على الكونفجريشن من حته بعيدا عن الراوتر يعني ريموت بليس بتوصل للاوكسيلري بورت في ديفايسز مخصوصه بتتحط بتركب لها سلك تليفون وتوصل الاوكسيلري بورت ديت عشان عايز تخش عليه من بلد ثانيه او من اي حته ثانيه هتخش على من خط التليفون بتخش على الاوكسيلري بورت تمام الكونسول دي ما بتشتغلش غير لما توصل تجيب اللابتوب بتاعك وتوصله بكيبل مخصوص وتوصله على الكونسول بورت يبقى غير كده مش هتوصل نحتاجها دايما لما نعمل اول مره نعمل كونفجريشن للراوتر تمام الفاست الايثرنت دي اللي احنا متوصلين بيها دلوقتي لما انا ايه بورت اوصل بيها لقيت فاست ايثرنت اللي هي بورت دي تمام
في بقى كروت تانية فاضية، الحتة دي فاضية، هتلاقي هنا جنبك الموديولز دي انواع الكروت. مثلا لو عايز اوصل كارت سيريال اللي هو تي 1، اخد التي 1 هيقول لي لازم تطفي الراوتر، لازم قبل ما توصل للديفايس لازم تطفي الراوتر. معلش اوكي، طفيت الراوتر، جبت كارت، مفيش اسهل من كده، جيب كارت تاني اوكي، اروح مولع الراوتر. لو رجعت تاني بقى على الـ على الـ على الـ الحته دي، احنا لما جينا وصلنا اول حاجه جينا وصلنا سيريال، ما كانش فيه سيريال. لما اجي ابص هلاقي، بصوا هلاقي ان في عندي دلوقتي سيريال 0 سلاش 0 وسيريال 0 سلاش 1 تمام. في بورت، في كورت انا حطيتها الجديده ماشي تمام. طيب دلوقتي بقى انا عايز ابتدي اخش على الكونفيجريشن. اما اخش على الكونفيجريشن في نوعين من الكونفيجريشن ممكن اخش من هنا، ده يعني فور ايزي كونفيجريشن، ابتدي اخش على كل بورت، احط له اي بي على كل هنا. بس مش ده اللي احنا بنستخدمه، احنا بنستخدمه حقيقي هو ده. لو عملت اطلع بس بره خالص، بيبدا معايا كده، بيبدا معايا صفحه سكرين فاضيه خالص. لو حاولت اعمل ريستارت كده نجرب من السكرين ولا تاني. الراوتر اول ما بيولع بيبتدي يفك الاي او اس بتاعه او الاوبريتنج سيستم، زي ما الويندوز بيبدا كده بالظبط، بيبتدي يحمل الويندوز بتاعه، بيحمله بالطريقه دي. وبعدين يقول لك لو عايز تخش كونفجريشن باي جي او اي، احنا مش عايزين نخش باي جي او اي، بيدوس نو. تخش عليا على 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 ايه؟ احنا قلنا في اربع مود لكل راوتر تمام؟ قلنا اليوزر مود دوت اول مود، ما بعملش فيه حاجات كتيره، لو دوست على علامه استفهام يجيب لي المود ده ممكن اعمل فيه ايه بالظبط؟ هتلاقي ان في ما فيهوش غير رسم، ممكن اعمل بينج، الحاجات اللي ممكن استخدمها فيه البينج والتالت تمام؟ دول اهم نقطتين عليك. بعد كده لو عايز اخش على المود اللي بعده اعمل انيبل، لو دوست تاب يكمل الكلمه. بص عايز اعلمكم بس حته صغيره، ان الراوتر او الاي او اس ده بيكمل الكلام. احنا قلتها مره كده، لو انت كتبت انيبل اي ان بس ودوست تاب يكمل الكلمه تمام، مش لازم تكون حافظ الكلمه كلها اوكي. ولو انت عايز تعرف ايه الكوماندز اللي بتبدا بحرف الاي بس، دوس اي وبعدين كويستشن مارك، هيقول لك ان في عندك كلمتين، في حاجه اسمها انيبل وفي حاجه اسمها اكس، الاثنين دول بيبداوا بحرف الاي اوكي. لو كتبت انيبل ودوست انتر هيخش لي على المود الايه اللي بعده. المود اللي بعده عايز اعرف ايه الكونفجريشنز اللي ممكن تعمل، او ايه الكوماندز اللي بتسبورتها المود اللي بعده، بدوس على تمام يجيب لي الكوماندز اللي تعمل بعديها. اهم حاجه في المود دوت ان هو بيقدر يخش عليه على المود اللي بعده الكونف دي، واقدر اعمل شوز شو، اقدر اعمله على المود ده كله. انا لو كتبت هنا كلمه شو دوست على انت سكان، هتلاقي اكتر كميه شوز ممكن تعملها على الكوماند تمام. كل دي شوهات ممكن تعملها على الكوماند على الكوماند انيبل مود. عايز تخش على كونف تي بعمل كونف تيرمينال بدل ما اكتبها كلها، خش على الكونف تي اللي بعدها برضه. لو عايز اشوف الكوماندز اللي بتتكتب على المود ده بعمل كده، علامه استفهام يكتب لي كل الكوماندز اللي ممكن تتكتب عليها ماشي. طيب دلوقتي ممكن ناخد شويه كوماندز كده اشوف، عايز لو انا عايز اشوف ايه الانترفيسز اللي عندي تمام، ممكن تكتبوا ورايا لو انت تعرفوا ايه الانترفيسز اللي موجوده على الراوتر عندي. بعمل حاجه اسمها شو اي بي انترفيس بريف، بيقول لي ان الراوتر دوت في حاجه اسمها فاست ايثرنت 0 سلاش 0 اللي هي الحته الاولانيه دي، انواع الانترفيسز، مش واخد اي بي تمام، وادمن داون، دي ادمنستريتلي داون يعني انا قافله، مش انا من على الراوتر عندي انا اللي قافله، مش مقفول لوحده. والبروتوكول داون لاير 2 كمان داون، لاير 1 ولاير 2 تمام. في كمان عندي انترفيس اللي هو سيريال 0 سلاش 0 برضه مش واخد اي بي تمام، وهو داون ادمن داون يعني انا اللي قافله. بعد كده هوريكم ازاي نفتحهم، انا اللي قافله ولاير 2 كمان داون تمام. دول الانترفيسز اللي عندي على الايه على الراوتر. طب لو انا حبيت، لو نبص بقى كده عندي، حبيت اشوف الانترفيس دي انهي واحده بالظبط،
انا وصلت هنا فاست ايثرنت 0/0 حوالي دي اي بي ماشي. اوريكم ازاي دي اي بي. خش الاول على الكونفيجريشن, خش على كونفيج اللي اقدر اغير منه الكونفيجريشن تمام, عشان اقدر اغير الكونفيجريشن. بعد كده هنقي الانترفيس اللي انا عايز اخش عليها اغير فيها الكونفيجريشن اللي هي كانت انترفيس ايه فاست ايثرنت. اكتب انترفيس, مش لازم اكتب فاست ايثرنت كلها, ممكن اكتب فاست 0/0 هي اللي دخلت على الانترفيس تمام. اللي هي الصف اللي هي المود الرابع المود. هو كده انا دخلت كونف تي, انا مش فاكر اسمه بالظبط, اقول لك برده اسمه سب كونفجريشن تقريبا. المهم يعني المهم يعني دلوقتي انا دخلت على ايه, على الانترفيس نفسها, عايز اديها اي بي. دي اي بي ازاي؟ بكتب حاجه اسمها اي بي ادرس. لو انا عايز اعرف ايه اللي بعد اللي اكتبه بعد اي بي ادرس علامه استفهام, يقول لي اي بي سي دي, حط الاي بي اللي انت عايز تحطه, حط مثلا 10.0.0.1 تمام. كويستشن مارك تاني, يقول لي حط السب نت ماسك اللي انت عايزه, حط 255 ده دي مثلا ده كلاس ايه ماشي. انا عايز مثلا اخليها كلاس سي, حط 55.0. لازم ادخل هنا السب نت ماسك تمام كده. كده الانترفيس دي بقى ليها اي بي. لو انا عايز ارجع تاني اشوف الانترفيس دي بقى ليها اي بي ولا لا, انا حاجه دي مش بس لو حطيت بعد دي استفهام, يعني بعد ما كتبت السب دي حطيت استفهام, هيقول لك في حاجه اسمها سكندري اي بي ولا لا. انا هنا ما بيسبورتش عامل ايه, هنا خلاص سي ار دي يعني اخر كومنت, مفيش حاجه بعديها تمام كلير يعني ماشي. لو عايز ارجع تاني على الانترفيس من بره اشوف هل فعلا اساين دي اي بي ولا لا, بكتب برده نفس الكود اللي انا كاتبه, شو اي بي انترفيس بريف. دلوقتي بقى الانترفيس دي اي بي بس لسه ايه داون تمام. عايز اقوم الانترفيس دي, داخل برده على الانترفيس مره ثانيه, ادوس كونفيج وبعدين اكتب انترفيس 0/0 كاتب نو شط داون. بيقول لي ان الانترفيس دي تشينج دلوقتي بقت اب. عايز اتاكد برضه سؤال, هو انت مش ممكن من انت في اللي جوه المود ده تشوف اللي لازم عشان اطلع الشهاد, لازم اطلع تاني المود اللي ورا خالص تمام. شو اي بي انترفيس دي تمام. ستيتس بتاعت الفاست ايثرنت بقت دلوقتي اب بس داون. داون دي ليه؟ لاير 2 داون لان لاير 2 هيقوم على انا الراوتر بتاعي والراوتر اللي قدامي, لازم اقوم الاول الانترفيس بتاعت الراوتر اللي قدامي عشان الاثنين يقوموا يشوفوا بعض تمام. هبتدي اروح الناحيه الثانيه, اروح على الراوتر الثاني اللي هو ده عايز اشوف ايه الانترفيس اللي عنده انيبل, اشوف مثلا الانترفيس اللي عنده, ادوس شو اي بي انترفيس بي. ده عنده اثنين انترفيس فاست ايثرنت 0/0 و0/1 تمام. انهي واحده بالظبط اللي انا متوصل بيها قبل ما ادوس كده اهو كده كده الشاشه خلاص متوصل بزيرو اروح كاتب كونف سي تمام. داخل على الانترفيس, بص بقى مش لازم اكمل الكلمه يعني كتبت هي دي المفروض تبقى انترفيس كامل, بس انا هو عارف ان انا كتبت اي ان تي خلاص انا كده كتبت انترفيس فاست ايثرنت, مش لازم كلها كتبت اف اي لا كده فاست ايثرنت. ولو دوست تاب هيعملها لك, لو دوست تاب اهو فاست ايثرنت دي كامله هيكملها عادي تمام. لو عايز اقوم الانترفيس اكتب ايه؟ هديه معايا. بس لو كتبت نو شوت هيكتب نو شوت داون كده الانترفيس قامت. عايز الدي اي بي لا عايز الدي اي بي صح؟ دي 10 دي 0 دي 0 او 2
تمام. وبعدين هيطلب مني اشوف ايه الكوماند اللي انا عايزه بعديها, يقول لي احط سبنت ماسك. لو دوست انتر هنا يقول لي لسه انكمبليت كوماند, لازم اتم لحد الاخر. فاحط هنا سبنت ماسك 255.255.255.0 تمام, واحط كده اعمل اكزت. الانترفيس بقى لونها ايه؟ لونها احمر. خلاص الاثنين قاموا بقى. لو كتبت بقى هنا على الراوتر ده وعلى الراوتر ده تست شو اي بي انترفيس بي, بقت الستيتس اب اب. هناك برضه هتبقى اللي هناك برضه الناحيه الثانيه تبقى, لو عملناها الناحيه الثانيه شو انترفيس بي تمام. لو انا عايز ابينج بقى, ابينج من الانترفيس بتاعي على الناحيه الثانيه اشوفهم شغال ولا لا, اكتب كلمه بينج اروح كاتب 10.0.0.0 صح؟ صح؟ اول واحده بس كان بيجاوب في الراوتنج تيبل, بعد كده علامه التعجب دي معناها ان هو سكسس, سكسس ريت 100% تمام. وبعدين هنا بيقول لي الراوند تريب المينيوم رايح جاي خد وقت قد ايه تمام, الافرج كان قد ايه؟ 5 كلهم. وبعدين الماكسيم خد 5. لو عايز اكبر البنج اعمله عدد اكبر, ممكن اعمل ريبيت, مش عارف هنا باي سبورت الكلمه دي ولا لا. المهم لو انت كنت عايز تعمل بس في اي او اس ثانيه سبورت حاجات تكتب ريبيت مثلا رقم اقل 5 تخليه 10 11 زي ما انت عايز تمام. فانا كده عملت بينج من هنا لهنا. لو عايز اشوف بقى الراوتنج تيبل شو اي بي روت, لو انا اتخيل كده الراوتنج تيبل هيبقى فيه ايه؟ يبقى في بس اللي هو صح, يبقى في كونكت بس اللي هي الانترفيس بتاعتي تمام. كونكت دي كونكتد, دي شبكه كونكتد. اه السبنت ماسك بتاعتها سلاش 24 اهي, وهي دايركتلي كونكتد بالايثرنت 0 سلاش 0 اللي هي الراوتنج تيبل. ده الراوتنج تيبل. الراوتنج تيبل ايه؟ نرجع تاني نقول الراوتنج تيبل حاجه اسمها نكتب شو اي بي روت تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نكبر الرسم شويه. ابو سويتش مثلا روتر نعمل ديليت دي كده نوصل كله ستريت, نوصل كله بالايه بالسويتش. بص السويتش عليه فورتات قد ايه هنيجي ناخد السويتشنج ان شاء الله. اقول لكم اللمبه البرتقالي دي معناها ايه. هو في بروتوكول بيرن في الاول كده علشان يعرف يلد اللوبس, وبعد ما يتاكد يروح محول البرتقالي ده الاخضر. الانترفيس مثلا اجي هنا موديولز تي 1 لازم اقفل الراوتر. لا ايه؟ لا لازم اقفله في الباور بتاعه فين؟ ده راوتر اللي انا خليه راوتر 6 تمام؟ اخد دوت احطه هنا كده اولعه. لو جيت هنا الاقيه لسه بيعمل ايه؟ بيحاول بيفك الاي او اس بتاعه. لو عايز اوصله سيريال انترفيس باجي هنا اختار سيريال, ده برضه معلوش سيريال. نيت في الراوتر ده نوصل عليه سيريال
الفرق بين 1 تي و 2 تي؟ 1 تي يعني 1 انترفيس، 2 تي يعني 2 تي. 1 دي اللي هي كونكشن سيريال في امريكا، كونكشن سيريال سرعتها تي 1.54 ميجا بت. 1 تي يعني 1 انترفيس بس، 2 هتلاقي 2 انترفيس على الكارت، فيه 2 انترفيس. تمام، انا هاخد السيريال انترفيس اهي، اختارها دي كده وصلت سيريال. تمام، لو انا عايز بقى نبتدي نكونفيجر بقى كل راوتر لوحده، بعيدهم كده عن بعض، نخش على اول راوتر نشوف ايه الانفيجريشن اللي عليه. عملت شو على دي انترفيس دي، في الانترفيس الوحيده اللي هي اب اللي هي فاست ايثرنت 0 سلاش 0. انا كان فاكر ان في طريقه ما كده بتطلع الانترفيس دي. طلع بس خلي الماوس عليها، بس هي لا على تمام. هيطلع لك الانترفيس اللي على كل حاجه دي، اللينك هي اب، هتلاقي فيها اللينك فاست ايثرنت 0 سلاش اب دي. هنا عايزين نخش نولع الانترفيس كلها. لو دخلت كتبت هنا نو، شو اي بي انترفيس، قال لي ان في عندي ثلاثة انترفيسز موصل مثلا ب 0 سلاش 0 دي، هبتدي نقولها واروح كاتب اوف تي كده انترفيس فاست 0 سلاش 0 نو شت داون اي بي ادرس 0.0.3. ما ينفعش طبعا اكرر الاي بيز اللي انا اديتها لما نفس اللاين. كده انا اديت انهي انترفيس؟ اديت الانترفيس دي. تمام؟ الانترفيس ديت اديت اي بي ادرس. عايز ابني الانترفيس اللي فوق دي اللي هي السيريال، دي اي بي ادرس، ده راوتر 5. اطلع من هنا ادوس اكزت، اطلع 1 ستيب، اخش على الانترفيس سيريال 0 سلاش 0 سلاش 0، وكل انترفيس بيرقمها هنا على حسب مكان الكارت، هتلاقي الكروت ده مختلفة على حسب الموديول عامل ازاي، بس هنا لما تخش تلاقي هتلاقيهم مسميين على حسب الموديول فين بالظبط، على كل موديل بتلاقي بقى ليه تسمية مختلفة عن الثاني. تمام؟ انا لاحظت ان انت فتحته الاول بعد كده غيرت الاي بي، ما فيهاش مشكلة يعني، انا عملت نشاط. لا مش مشكلة ترتيب. مش فارقة. تمام؟ وبعدين هنا هبتدي اعمل نشاط. وبعدين اروح عامل اي بي ادرس، طبعا دي لان ثانيه خالص هسميها مثلا 11.0.0.1 255.255.255.0 مثلا. اطلع بره تاني، عايز اشوف الحاجات دي ثابت ولا لا. تمام، بص دلوقتي بقى عندي فاست ايثرنت 0 سلاش 0 وقت اي بي، والاثنين ايه اب. في انترفيس ثانيه السيريال الستيتس بتاعتها داون معناها الناحيه اللي قدامي داون. تمام؟ يعني قدامي لسه ما عملتش اصلا اي بروتوكول داون، لاير 2 داون. اجي هنا واروح مقوم الايه؟ الانترفيس اللي هنا. في حد فاهم معايا؟ بص اي اسئله عشان الحته دي مهمه، عشان هو ده الشغل الحقيقي في النت. هو الريتم بتاعه سريع شويه صح؟ سريع؟ طيب بطيء طيب؟ لا بطيء. هنا عايز اعرف هنا موصل ايه؟ موصل بالسيريال بورت، مفيش غير بورت واحد السيريال. يعني لو لما شاورت على الماوس كده على الراوتر مفيش غير بورت واحد بس هي السيريال. وممكن برضه تحط على العلامه الحمراء دي هيبان لك هنا بنط على ايه، دوس كليك عليها علامه النص، علامه النص علامه النص يعني ايوه دوس عليها هيبان لك كل واحد بتوصل ايه. ماشي، احنا على راوتر 6 دلوقتي،
احط الانيبل اخش على شو اي بي شو اي بي صح انترفيس فري اوكي ماشي. انا عايز اعمل ايه؟ اخد السيريال انترفيس اخش عليه اعمل اخش على كونف تي انترفيس سيريال 0 0 0 invalid interface كده كده كان في حاجه غلط اه لقيت ان هي كمان لسه ماسك فلاش 0 كمان تمام. عامل الاي بي ادرس بس مش لازم مش لازم الترتيب الاي بي ادرس شوت داون بس لازم الاثنين يتعملوا عشان عشان الانترفيس يتحول اب اب لازم الاثنين يتعملوا تمام. احنا قلنا 11.0.0.2 ماشي. وبعد كده نروح اول انترفيس نو شوت داون ساعتها السيريال انترفيس بالذات ما بتقومش من ان احط اي بي ادرس واعمل نو شوت داون وبرده ما بتقومش. ساعات الانترفيس السيريال بالذات احتاج اظبط فيها كلوك ريت اشوف السبيدز ما بيني وبين اللي قدامي قد ايه وساعات لا. اوريكم ازاي تمام. بصوا لاير 2 داون لسه مش عارف كلوك ريت ما بيني وبين اللي قدامي قد ايه اجي اظبطها ازاي. هعمل شو اخش على برضه على الانترفيس تاني بكتب كلوك ريت مثلا احط رقم لو عملت السبيد زي السبيد زي عندي كده انقي واحده فيهم مثلا اخد ايه 128 مثلا دي بيت تمام بيت بير سكند كام 0 1 2 3 كده ظبطت الكلوك ريت من هنا نروح برضه الناحيه الثانيه. طب هي ما بتبقاش ليها ديفولت؟ لا ما بتبقاش ديفولت لما ادم داون داون يبقى مش ما يبقى مش متظبطه. الراوتر الثاني 5 تقريبا الراوتر الثاني ظبط تمام هتشوف دلوقتي اه هو حتى قال لك ان هو لاين شانج تمام. ايوه كده ظبط بقى اب اب يبقى ايه بقى في السيريال انترفيس ساعات الانترفيس ما بتقومش لازم انا اظبط الكلوك ريت من عندي تمام. ممكن نجرب حاجه ثانيه كده ثانيه واحده مثلا ما لخبطتش بس كمان ده بيبين حاجه ولا تمام. بص لما اوصل سيريال انترفيس احنا قلنا اللي بيظبط الكلوك ريت هو ايه؟ هو مش فاكر قلتها ولا لا الدي سي اي. انا وصلت سويتش وصلت راوتر بسويتش مين اللي فيهم في واحد برين وواحد ترانك انا فاكر انا قلت الحتتين دول في واحد فيهم هو اللي بيتكلم والتاني اللي بيحدد سرعه السبيدز بتاعت الكلام تمام. بس في الحاله اللي انا موصل فيهم راوتر هنا الراوتر اللي قدامه فكده في النص مفيش دي سي اي تمام. فمن ضمن الحاجات ده من ضمن السيريال انترفيس اللي بوصلها قدام بعض واحد فيهم بيمثل ان هو دي سي اي واحد من الراوتر ده او الراوتر ده هو اللي بيمثل دي سي اي هو اللي بيتحكم في الكلوك ريت. اعرفها منين؟ انا دخلت على الراوتر اللي هو مثلا 5 ده بكتب حاجه اسمها شو كنترولر سيريال 0/0/0 تمام. من ضمن الكلام اللي طلع قال لك ده بيمثل على انه دي تي اي ماشي؟ ده مش من هنا اقدر اظبط السبيدز. من الناحيه الثانيه، لو جيت من الناحيه الثانيه ده راوتر 5 هاجي على راوتر 6 كتبت نفس الكوماند كتبت شو كنترولر سيريال 0/0/0 ده بيمثل اكنه دي سي دي سي فده اللي اقدر احدد فيه السبيد. عشان كده لما ظبطت الكلوك ريت على الراوتر ده الاثنين ام فهمت قصدي؟ طب انا سؤالي هو انت عشان ظبطت بقى دي سي اي ولا هو لا لا ده نوع من الكونين او الكيبل نفسها المفروض هي تتحكم في الموضوع. اه يعني هو اصلا اول ما وصلتهم هو واحد قرر كده والثاني قرر كده. هو مش عارف هو مين فيهم
لا ما بعرفش عشان اعرف اخش لازم اعمل كومنت. لما كنت عملت البلوك بيت على الفيسبوك اقول لك تعالي نجربها فور ما يقبلهاش خالص. او ما لو عملت هنا هنا قابلها بس بس اديله غيرها هيرجع. بص حتى لو اديته غيرها هيرجع بس هي المين اللي بتشتغل عليها هي الدي سي unknown clock rate. هنبص clock rates الموجودة كده كان سمح لك تعالى نشوف كده شغالة على سبيد قد ايه من الناحية الثانية. أول لو حصل أي مسماش بين الحاجات دي المفروض الانترفيس تنزل داون تاني. تمام الانترفيس لسه أب فعايز أخش على شو الانترفيس أشوف بقى الانترفيس دي عاملة إزاي أو السبيد دي عاملة إزاي. المفروض هنا يقول لي السبيد قد إيه. بصوا ما اتغيرتش سبيد 128 زي ما تمام. لو الثانيه بصيت عليها هتلاقي برده 128 تمام. هي النقطه اللي بقول لك عليها ان بيتحكم في السبيد دي من ناحيه الايه من ناحيه الدي سي اي هي بتحكم فيها في السبيد. ماشي بص بقى نكمل اللي كمل هنا كمان اول من الراوتر ده. ممكن نقول مع بعض الحاجات دي اكتب ايه هو الثاني. انت قررت ان الثاني برضه هيبقى زي ما هو ولا بصوا الوقت انا على الراوتر كام؟ على الراوتر 4 اوكي. الانترفيس دي هديها اي بي واقولها برضه اكتب ايه انيبل وبعدين كونتي. يلا حط الكلمه اول حاجه لا مش اي انترفيس انا عايز اشوف الانترفيس انا بوصل بيه. اعمل اكزت ممكن اكتب شو اي بي انترفيس. خلي بالكوا في الشغل في الحقيقه في النتوركس انت ما بتشوفش الراوتر ده من انهي انترفيس متوصله. المفروض تعرف من الشهادات دي تعرف انهي انترفيس اللي انت عايزه. فانت عنده دلوقتي اثنين انترفيسز فاست ايثرنت 0 سلاش 0 فاست ايثرنت 0 سلاش 1. لو جيت هنا على ده فاست ايثرنت 0 سلاش 0 تمام اكتب ايه تمام. سبنت ماسك بعدين اكتب انترفيس ام باي ديفولت. عايز اقول لكم الحته دي باي ديفولت كل الانترفيسز اللي على الراوتر شات مقفوله وكل الانترفيسز اللي على السويتش مفتوحه باي ديفولت. يعني مثلا لو بصيت على من ناحيه السويتش هلاقي ما كتبش ولا نو شت داون على ناحيه السويتش خالص ما كتبش ناحيته خالص. الانترفيسز بتاعت السويتش بتقوم على طول لوحدها. طيب دلوقتي بقى لو انا عايز اجرب الراوتر ده اخلي مثلا من الراوتر ده بينج على الثلاثه دول شوفهم شغالين ولا لا. شو اي بي انترفيس شو بقى الانترفيس ام ولا تمام.
اعمل ايه، اعمل شوف الراوتر كده فيه تمام، في شبكه اللي هي الكونكتد، وعملت كلمه بين 10 0 0 1 تمام، خلصت سكسس ريت 100%، اول واحده بس بياخدها بيعمل بروسيسنج، بعدين يروح عامل سكسس ريت ايه الباقي كله تمام كده، يعني الكونكشن شغال، في كونكشن ما بيني وما بين الانترفيس ده. لو جيت عملت 2 برضو شايفه تمام، 3 حتى بقى اللي انا عايز اقول لك عليه دلوقتي، دلوقتي النتورك اللي جوه هنا دي 10 صح، والنتورك دي 11، اجرب اعمل بين كده على النتورك 11 مش شايف نتورك 11 تمام، ليه مش شايف نتورك 11؟ هنخش كده على الاي بي راوتنج كده نشوف بيعمل ايه، ماشي ما عندوش اصلا لاين تقول لي نتورك 11 بتروح لها ازاي، لازم انا اعلمه الحته دي، ممكن اعلمها له ايه بطريقتين، ايه الطريقتين؟ اعمل ايه، اعمل ستاتيك روت، اعمل كون، اخش على كون كي تمام، واعمل اي بي روت نتورك 11 عند سلام، بيقول لي حط البريفكس ماسك، حط الماسك بتاعها 255 255 0 تمام كده، بيقول لي حط الايه، يا اما تحط الراوتر النكست هوب، نكست هوب اي بي، يا اما نحط الانترفيس، يا اما النكست هوب اللي هو اي بي سي دي ده احط اي بي نكست هوب اي بي، يا اما احط هو الانترفيس بتاع فاست ايثرنت ولا جيجا ولا لوب باك، ده كل انواع انترفيس. فانا الناحيه دي يعني مش عارف فاكرين الحته دي ولا ثانيه شباب كده، في الاي بي راوتنج دي هقدر حالا اقدر احط النكست هوب ولا احط الاوتبوت انترفيس. انا قلت كان في كيس واحده ما اقدرش احط فيها الاوتبوت انترفيس. يعني بص دلوقتي انا من هنا اقدر احط ايه؟ اقدر اقول له لما تروح على الترافيك بتاع نتورك 11 اطلع من هنا من الانترفيس دي، بس هيطلع يروح كده ولا يروح كده ولا يروح كده ما اعرفش تمام؟ فانا بسهل له الطريق، اقول له ايه؟ لو عايز تروح نتورك 11 احذف الترافيك على الاي بي ده تمام؟ فانا هعمل كده، هعمل هجيب الترافيك اللي هيطلع من الراوتر ده اخليه يطلع على على الاي بي ادريس دي تمام؟ الاي بي ادريس دي كام؟ لو بصينا كده عليها بص اقفل اللي هي بتاعتها 10 0 0 دوت 3 تمام؟ راوتر 5 راوتر كام؟ راوتر 4 10 0 0 دوت 3 تمام؟ اطلع اكزت، لو عملت شو اي بي روت طلع عليها في لاين جديد صح؟ طب لو عملت بينك بقى تمام؟ نجرب بقى نعمل بينك كده نشوف هل محتاج كده خلاص ولا محتاجين حاجه كمان؟ كده عرفت اوصل لكام؟ ل 11 دوت 0 0 دوت 1 تمام؟ ولو جربت 11 دوت 0 0 2 حد يعرف ليه ما عرفتش اوصل له؟ ما حطيتش فين في الراوتر الراوتر اللي هو رقم كام؟ هو انا كنت حاطط حاجه في اللي هو الرقم 5 فوق اللي فوق ده 5 ده 5 بصوا انت تخيل كده الترافيك ماشي ازاي؟ راوتر 4 حذف الترافيك على راوتر 5 وراوتر 5 حذف الترافيك على راوتر 6 راوتر 6 عايز يرجع للنتورك 10 هل انا عندي راوتر 6
اي حاجة تقول لي اروح ازاي شرط 10 تاني؟ الترافيك راح معرفش ايه. تمام؟ طيب دي طريقة من طريقة ما تعلمنا ميه روتر، تعلمنا ازاي نعمل استاتيك روت. طب لو جيت بقى حاولت اشغل الريب، خدنا الريب وعرفنا ان هو بيشتغل كده، احاول اخلي الناتوكس اللي هي بتاعت 11 دي تتذاع جوه ريب، ناتوك 10 تتذاع برضه ريب الناحية التانية. اعملها ازاي؟ اجي بقى على كل راوتر شوف الانترفيس اللي عليه. تمام عليه فاصل ايثرنت 0 سلاش 0، اروح كاتب يخش على كونفيجريشن كونف تي واقول له يا راوتر عايز شغل ريب. ماشي قلت له يا راوتر شغل لي ريب. قال لي الكوماند اللي جاي بقى اقول له عايز اشغلها على النتورك، هتذيع النتورك كام؟ معناه ايه؟ معناه ان هو هيشغل البروتوكول اللي هو ريب على كل اي بي او كل اي بي في الكلاس 10 ده. يعني لو انا عندي مثلا في الراوتر بتاعي 3 انترفيس او 4 كلهم واخدين في نفس الرينج 10.0.0.1 يعني نقول سب نتنج او حاجه، هشغل على 4 انترفيس. يعني ايه؟ يعني بيشغل على الرينج بتاع العشرات اللي هو كلاس اي، اي انترفيس واخد في الكلاس اي هشغل عليه البروتوكول ده، هذيع منه الابديتس. يعني هبعت له الابديت، يعني خليه هيطلع منه الابديت، هيطلع منه الابديت. ماشي كل انترفيس موجود في الراوتر ده وواخد رقم واخد 10 الاي بي ده او واخد 10 هيبقى هيطلع منه الابديت بتاعت الريب. تمام ده كده راوتر 2. راوتر 2 تعال نشوف راوتر مثلا، تعال ما اشغلوش كله، تعال نشوف راوتر 5 هو ده اهم راوتر. كونف تي راح داخل اقول له يا راوتر. طب ثانية ممكن بس اشغل لي ريب اشوف الاول بس الراوتر تيبل قبل ما تعمل له مش كده في حاجة جديدة. هو اصلا كان في ايه؟ هو كان في واحدة كونكتد. واحدة بس كونكتد ب 10. يا راوتر ريب شغال لي على النتورك 10.0.0 ماشي ده سلاش ايه 5. لو انا كده عملت الراوتر ريب هنا على 10 هيشغل لي على الانترفيس دي بس، الانترفيس اللي فوق دي بس، يعني هي دي الانترفيس اللي برينج 10. عايز اشغلها كمان على الانترفيس اللي فوق دي كمان النتورك 11، على النتورك 11 دي مكتبه ايه كمان؟ طب معلش سؤال تاني، هو هيبعت لما شغال على 10 هيبعت النتورك 11 او هيبعت اكنه بيعرف نتورك 10 بس هي بالريب. نتورك 10 بس مش هيبعت الراوتنج تيبل بتاعه للنتورك 10 ولا لا؟ لازم تشغلها على النتورك 11. فاهمني؟ انت عايز تشغلها على ماشي انا فاهم. لا انا قصدي ان انت لو انت عملتها ب 10 هل هيبعت الراوتنج تيبل بتاعه عن طريق 10؟ عن طريق اللي هي لكل هيبعتها للنتورك كلها 10؟ هيبعت الراوتنج تيبل بتاعته من 11 بتاعته من 11. بس هو ده بس بس من الناحيه الثانيه 11 يعني من الناحيه قصدي ايه؟ قصدي ان هو احنا قلنا الريب بيشتغل ازاي؟ الريب بيجي ياخد الراوتنج تيبل بتاعه كله ويبعته. هيبعته من فين؟ هيبعته من على النتورك اللي احنا عرفناه، احنا قلنا له عرف نتورك 10، هيبعته من الانترفيس اللي هي فيها 10، بس مش هيبعته من الانترفيس اللي هي 11. كده هيبعته من الانترفيس اللي هي 11. طب ماشي ثانيه كده يبقى الراوترات الثانيه عرفت 11 دلوقتي اللي هي بالكوماند ده ان الاولاني ده يبقى معناها ان النتوركس كل الراوتر اللي في نتورك 10 عرفت ال 11 صح؟ تعالى نشوف. ايه؟ يعني هو عنده في الراوتر راوتنج تيبل. انت فاهم السؤال؟ انا تعال نشوف بس الراوتنج تيبل هنا. خدت بالكم الراوتنج تيبل هنا اتعلم النتورك 10 قلنا عارف منين؟ قصدي هنا عارف منين 11؟ انا قلت عارف. هو كده عارف بقى. كده عارف بس خلي بالك كمان نقطه صغيره، احنا قلنا الريب بيذيع الابديتس ازاي؟ من غير سبمت صح؟ من غير سبمت. هتعلم نتورك 11 بكام؟ سبمت ماسك بتاعها كام؟ كلاس عاديه. طب ان انا عاملها اصلا كونفجريشن فوق كام؟
255 بس هنا زح ابيض ده عند الداش تمام. سبنة 8 يعني ما ينفعش ان انا اعمل سبنيتنج خلاص في الـ في الـ في النتورك 11. خلاص بالنسبه لي النتورك 11 دي لو لو جيت هنا مثلا على الراوتر ده ووصلته بنتورك ثانيه 11 لا مش هيشتغل ولا دي ولا اللي فوق هيشتغل. ان انت عندك الروت هتبتدي توزع هيبدا يبعت. لو جيت هنا وعرفت نتورك 11 ثاني هيجي الراوتر ده اول ما يجي له اي مثلا احنا قلنا الراوتر ده اول ما يجي له اي ابديتس النتورك 11 هيبعت واحده كده واحده كده واحده كده هيعمل لود بالانسنج ما بين النتورك هنا والنتورك هنا كما بتسمى تشتغل. ان هو من هنا هو شايف ان هو ممكن يوصل للنتورك 11 خاص هنا وخاص هنا لكن هم متوصلين لبعض تمام. طيب كده انا بقى لو حاولت بينج ممكن يبينج يجي على 11 عايز يبينج على 11 لا مش ده بينج تبعت 11 0.0.2 دوتو ده هو اللي هو اي واحد دوتو ده اللي هو هنا هضيف هنا تمام اجي هنا شوف الراوتنج تيبل بتاعه بيقدر يوصل ولا لسه ما بيقدرش هقوم عليه الريد بارت ايه اعمل شو اعمل ايه كونف تي اقول له راوتر ريد نتورك كده المفروض يتعلم نتورك 10 بقى ازاي عارف 10 ازاي؟ احنا عرفنا الريب ازاي؟ عرفنا الريب اول حاجه عرفنا على راوتر 2 ده شغلنا عليه الريب تمام؟ شغلنا على راوتر 5 الريب على الانترفيس اللي هي بتاعت نتورك 10 شغلناها كمان على نتورك 11 وجيت على الراوتر ده ورحت مقوم الريب على الانترفيس اللي هي سيريال 0 سلاش 0 فالابديتس اللي بتمشي من هنا تروح هنا وتروح هنا. هو انا لما بفتح الريب بعمل حاجتين اول حاجه ان انا بعمل برودكاستنج او بذيع الراوتنج تيبل بتاعتي تمام النتورك اللي انا قايله عليه تمام. تاني حاجه ان انا بفتح الريب بتاعي ان انا استقبل ابديتس فاللي حصل هنا ان هو لما انا عملت ريب نتورك 11 فتح الابديتس بعد بتاعته بس فتح فتح برضه عشان كده استقبل 10 صح كده؟ ما هو لو كنت فتحت بس قول تاني بروح لو فتحت الريب على هنا على مش هشغل حاجه هشغل الراوتنج بروتوكول بياخد مكان في الميموري بس مش بيتذاع من اي حته من على ال من على بس كان يستقبل لا كان كده تحت ال انت كده اصلا مش حاطط الانترفيس هي تستقبل ابديتس فكده كده مش تستقبل ابديتس يعني الريب ده لازم افتحه للانترفيس معينه عشان اقول له استقبل الانترفيس دي ابديتس دي الحته بتاعت الريب. طب تعالوا بصوا اوريك حاجه حلوه الانترفيس دي مثلا لو انا عايز شويه لعب شويه كده لو انا عايز اغير اسم الراوتر لما هو اسم راوتر اخليه مثلا اسمه سي سي نيمز كاتب هوست نيم ليه عشان لازم اخش على الكونف تي بص انا جربت عشان اوريك مثلا ايه اللي كتبت هوست كتبت تاب لقيته ما بيكملش في حاجه غلط بص على مهندس فاهم يقول لي مش فاهم اصلا الكلام ادوس على خش على كون دي كون دي وقت هوست كده صح سامي مثلا كده اتغير تمام. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن تتعمل ممكن اعمل باسورد برضه مش جايه هنا اسمها انيبل انيبل باسورد بس انا مسميها شريف ماشي انت كده عملت باسورد على ايه؟ لو فتحت اكزت تاني ماشي اوكي لما جاي اكتب انيبل
سألنا عن باسورد ونت كده. بس انا الباسورد ده بتكتب بطريقه مختلفه ما بيبانش نقط مش زي الويندوز. انا اكتبها كده مش بيبان نقط محدش يعرف عدد الباسورد اللي عطاها قد ايه. حد ثانيه، انت عملت باسورد من فين؟ يعني انت كنت جوه ايه وعملت باسورد؟ انت عملت كده اللي هو الكارد اللي هو الايميل. تمام، عشان انت عملت انيبل باسورد وكنت جوه الكونفيجريشن. هو كده عشان اعمل اي كونفيجريشن لازم اخش على انيبل، قصدي اي عشان اعمل اي تغيير في الكونفيجريشن لازم اخش على كونفي تي. تمام، طب لو عايز دلوقتي اعمل باسورد بقى للكونفي تي مش للانيبل؟ لا كونفي تي مش هتعرف. لا استنى عايز تعمل ايه الباسورد ايه؟ انت دلوقتي عملت باسورد لان انا اللي هو النود ان انا ابقى اعمله انيبل اللي هو الاول مين. لو انا عايز اعمل باسورد بقى للمود اللي هو بتاع كونفي، يعني الانيبل دي بقاش عليها باسورد. انت ممكن تعمل باسورد ازاي؟ ممكن تعمل باسورد مش عارف انا بس كتبتها ولا لا. بص الباسورد دي ليفلز ماشي، لو عايز تعمل بس مش عايز اضغط بس خلاص. بص عشان انا جيت لخبطت شويه، انا في حاجه اسمها لاين كونسول ولاين بي تي واي. اي حد اكسس الراوتر يكتب له باسورد ثانيه غير دي. مثلا اجربكم مثلا لاين، نجرب واحد ثاني كونفي تي. لاين حاجه اسمها بي تي واي. بي تي واي ده عشان اكسس الاي او اس نفسه، اوكي، او اكسسه من بره خالص ماشي، من 0 لحد 15 حاجه اسمها باسورد. مثلا باسورد هنا اسميها مثلا سيسكو، بعدين لوجن، فاكر كلمه لوجن؟ هوريكوا دي عملتها ازاي، ايه استفيد منها يعني لو طلعت بره خالص ازاي. المفروض هنا كان يسالني عن الباسورد، مش هشوفها لكم ازاي دي مش فاكر بالظبط. بس هنا المفروض كان لما خدتها لوجن من الاول خالص، لو انا باكسس البي تي واي بيسالني على الباسورد. بنجرب حاجه ثانيه، ده راوتر 5 ماشي، اجي على راوتر 6 مثلا، عارف بيسبورت التلنت ولا لا؟ بص هنا اول ما جيت اخش من راوتر تاني على الراوتر ده عملت حاجه اسمها تلنت وكتبت الاي بي ادرس اللي انا اخش عليه. انا كنت في الراوتر ده كتبت بس يعني بص الراوتر ده كتبت تلنت على الاي بي ادرس بتاعتك. اوكي، لما اخش هنا اكتب الباسورد بتاعت البي تي واي اللي انا لسه قايلها من شويه بتاعت اللغه اللي هي سيسكو، هتلاقي ان انا طلب مني باسورد اهو، طلب مني اجربها تاني، اعمل تلنت على 11 من 0 من 0 من 1، طلب مني باسورد اللي هي سيسكو، اخش اكتب انيبل، اكتب باسورد ثانيه اللي هي شريف. اعمل سي سي ان اي بعد كده دخلت على سي سي ان اي، دخلت على الراوتر اللي هو راوتر نمبر 5، دخلت على الراوتر ده. عندي سؤال، لو ما كنتش حاطط اصلا عليه باسورد كان هيحصل ايه؟ يعني لو جربت مثلا اخش من الراوتر ده، لا التلنت ما اشتغلش غير بالباسورد، لازم باسورد. لازم الباسورد او في كوماند كده بيلغي الباسورد، بس انا مش فاكر الكوماند ايه، بيلغي اللوجنز يعني اكتب نو باسورد باين لوجنز حاجه كده يلغي. لازم اعمل لها كونفجريشن. تمام كده، انا دخلت على راوتر 5 وممكن من راوتر 5 ابتدي اخش على راوتر 2 كمان. انا عايز دي كان مش تمام، اصلا في راوتر 6 فممكن اروح كاتب مثلا من هنا، انا دخلت على راوتر ده اعمل تلنت الراوتر ده كام؟ دوت 1 بص هنا مفيش يخش بقى عشان خاطر انا مش حاطط باسورد. حاول يخش على يعني على عملت بينج لوز. لو عملت بينج هو كده بيدور في الدومين سيرفر هنا شويه بس يدور مش كنترول بس كده كنترول شيفت 6 او كنترول بريك جرب كنترول بريك هو في كنترول شيفت 6 بيقفل التاني بس شوف كنترول بريك
بنكتب دلوقتي كده ولا لا في الاول؟ لا في الاول خالص من غير حاجه، بس هي شوف الفيديو بريك عشان مش هي احسن البريك في الكيبورد. مش بريك ايوه خلاص خالص تمام. بس لو كتبت بينج 10 ده اللي هي اني اعرف اوصل له يعني تمام، بس ماليش اكسس عليه عشان مش هعمل له باسورد، بس هعمل باسورد عشان اعمل تلنت عليه. ماشي ده ان بريف كده الباكيت ريسر. في حد في حد ليه اسئله في الحته دي؟ انا حد حاجه وقفت منه تمام. ناخد بريك بقى ونكمل الراوتنج بروتوكولز بقى، الريفت فيرجن 2 والاي جي بي. طبعا مش عارف انا كنت اصلا عامل بلان ان انا اعمل الحته دي النهارده، ناخد حته اي جي بي وبعد كده السيشن الجاي بقى. ماشي ناخد بريك بس شويه.